بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم لك خاصة. زي ما تعودنا دايما في بداية اللقاء خلونا نرحب بالدكتورة الزهراء حسن خطاب. كيف الدكتورة؟ كيفك يا شيخ إبراهيم؟ يسعد مساك ويسعد مسا كل المتابعين معنا حلقة الليلة من لك خاصة. إن شاء الله تكون حلقة مميزة زي ما شفنا الأطباق اللي عملنا شيخ إبراهيم، وحنتكلم عن موضوع حيوي جدا اللي هو هرمون الحليب زي ما طلبوا مننا كثير من المشاهدين، وإنه نتكلم عن اللي هو ارتفاع هرمون الحليب أو انخفاضه وكيفية المحافظة عليه عن طريق التغذية السليمة. هنتكلم عنه إن شاء الله خلال الحلقة، وحنشوف مع الشيف إبراهيم المكونات وطريقة عمل الأطباق شفناها بداية الحلقة. يا دكتورة بحين. احنا النهارده ان شاء الله اطباقنا نتكلم عن الحميه الغذائيه، ويعني الاطباق الدايت تصلح للناس الدايت طبعا تصلح للناس الطبيعيين، يعني دي برضه نقطه مهمه جدا لازم نتكلم فيها، ان الاكل الخاص بالدايت او نقول اكل خاص للناس الدايت واكل الخاص للناس الحميه، الاكل ده صحي يعني يصلح لكل الناس، بل بالعكس الناس لو عودت نفسها عليه ما بتحتاج بعد كده انها تكون مضطره انها تاكل الاكل اللي احنا بيقولوا عليه الصحي، او الاكل اللي بيقولوا في ناس بيقولوا اكل العيان، هو اكل العيان بالعكس ده اكل صحي جدا ومفيد جدا للجسم. احنا يمكن العكس العادات الخاطئه اللي احنا بنستخدمها في اكلات الوجبات السريعه وفي الاكلات الدسمه الشديده دي، طبعا دي اللي بتعمل لنا مشاكل. طبعا يا شيخ برضو في الحميات اصلا الحميه بتاعه تنزيل الوزن هي بتكون صحيه ليه؟ لانه بتحتوي على كل العناصر الغذائيه لكن بنسب بتكون معقوله ومتوازنه جدا. احنا دايما بنقول التوازن والاعتدال في التناول هو مناسب جدا بالنسبه لتنزيل الوزن، واذا كان وزنك هو متناسب او متناسق فبالتالي حتحافظ على صحه جيده، حتحافظ على افراز الهرمونات بيكون طبيعي جدا، ما حيكون في اي خلل، ما حيكون في اي نقصان، ما حيكون في اي زياده، حيكون في توازن، فبالتالي حنحافظ على وزن مثالي وبنحافظ على صحه جيده. وكمان برضو ما ننسى انه نتواصل او تتواصلوا معنا عبر الرقم اللي حيظهر اسفل الشاشه، وكمان على صحتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. طيب يا دكتورة خلينا نخش في الحلقة ونبدأ أول طبق من أطباق الليلة، شوربة الشوفان مع الخضروات. نمشي نشوف المقادير نرجع لكم. شفنا مع بعض المقادير يا دكتورة. أنا في الوصفة دي بشتغل بزيت الزيتون، لأن احنا بنتكلم على الوصفات الصحية أو الغذائية، لكن ممكن تشتغل بالزيت العادي برضه ما في أي مشكلة حسب الزيت المتوفر عندي. والزيت النباتي عموما يا شيخ هي صحية أكثر. طبعا بس عايز أدي معلومة، زيت الزيتون يستحسن دايما زيت الزيتون ما يغلي ما يسخن شديد. تمام؟ دول البصل. يلا خطوة، حط الزيت هي البصل. بصلة استنى عليها شوية كده يعني ما تحمرش، لكن يا دوب تاخد لون ذهبي. طبعا معاها طوالي الحليب الاستراتيجي الثوم، على طول نحطه مع البصل. سبحان الله يا شيف، ريحة البصل مع زيت الزيتون مختلفة تماما مع أي زيت ثاني. أكيد طبعا الزيتون يعني بس زي ما قلنا زيت الزيتون ما بيتحرك، ما بينفع إن احنا نحمل فيه، ما بينفع يوصل لدرجة الغليان عشان كده بيأكسد ويبقى يعني. ايوه ده خطر كده يا دكتور. اهو احنا حطينا البصل لغايه ما البصل تبدل معايا. طبعا البصل انا بقطعها اخطيها في مويه تمام صفيها بالشكل ده. يبقى اول خطوه عملناها حطينا قلحنا زيت الزيتون حاجه بسيطه كده، وبعد كده حطينا معاه البصله يا دوب تدبل زي ما احنا شايفين كده. لو عايزينها تحمر شويه برده ما في مشكله تمام. احنا اتكلمنا على موضوع البصل يحمر مني شديد، كل ما البصل بيحمر مني شديد بيسبب حاجتين، الحاجه الاولانيه بيغير في اللون بتاع الوصفه، والحاجه الثانيه ان هو بيمرر
البصل حسب طبعا. يعني احنا شوربه البصل نعملها متعمدين عشان ناخد اللون البني اللي بيطلع من البصل في السمكه في الرز الصياديه نفس الموضوع نيجي نعمل الرز البني نحرق البصل عشان ناخد منها اللون البني وناخد منها المزازه بتاعتها دي بتدي تيست للرز بتاعها كده هو بدا ياخد اللون الذهبي طوالي بنزل بيه البطاطس اول شيء كيف نحن في تربه الشوفان على الخضار بننزل البصل والثوم والخضروات في البدايه الشوفان اصلا ما بياخذ وقت كثير في النار الشوفان بياخذ بتحط اخر حاجه لما بياخذ زمن النار بتحط اخر حاجه ايوه تمام بعد ما نجهز الخضروات بتاعه الشوربه واحنا بنعمل شوربه شوفان ساي كده بس بنعمل البصله والثومه بيكون مقطعين الخضار يعني حاجه صغيره جدا عشان ما ياخد زمن وبعد كده بنحط الشوفان وبنسيبه ياخد غلوه كده وبعد كده بيكون جاهز تمام اهو ندي تقليه مع البصل برضو كده انا بستخدم في الوصفه دي يا دكتوره بالمقادير عندي المرقه بتاعه الدجاج اللي هو الناتج عن سلق الدجاج أيوة. وفي مرقه الدجاج احنا عملناها قبل كده مع بعض على الهواء اللي نعملها في البيت ونحطها في الثلاجه وبعد كده نطلعها نقطعها ونحطها في برطمانيات ونحفظها ونشتغل بيها ونعيد زي ما قلنا ان شاء الله باذن الله حلقه عن البدايل باذن الله تعالى نعملها قريب جدا طيب احنا ما هشتغل بالمرقه اللي هي الجاهزه الدجاج انا بشتغل بالمرقه اللي هي المويه السل بتاعت الدجاج تمام بشكل زي كده الكوره اهو بعدين خط الجزر شايف الكوسه ذاتها لكن الكوسه برضه ما بتاخذ زمن كثير على النار الكوسه برضه في الاخر خالص ايوه نعم يعني ما بتاخذ زمن كتير. عشان ما تتهري مني تمام اهو طبعا الطبق بتاع شوربه الشوفان القيمه الغذائيه بتاعته عاليه ومفيده جدا بالنسبه لنا لانه بيحتوي على الكثير من العناصر الغذائيه بالاخص الفيتامينات والمعادن المهمه جدا لصحتنا، هنتكلم قلنا عن البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب هو بيكون طبيعي جدا في كل بالنسبه للنساء بالنسبه للرجال وبالنسبه للاطفال لكن النسب بتاعته بتتفاوت هو ممكن النسبه بتاعته الطبيعيه بتكون عند النساء الحوامل بيكون زائد للحوامل والمرضعات لكن اذا زاد عن كده تعتبر هي مرحله خطره او مرحله حساسه جدا هنتكلم عنها خلال الحلقه لكن بالنسبه للقيمه الغذائيه لشوربه الشوفان بتحتوي على 160 سعره حراريه وبتحتوي على نسبه عاليه من الكربوهيدرات بعدها طوالي البروتين واخر حاجه نسبه الدهون هي اقل نسبه فيها من السعرات الحراريه الموجوده في طبق شوربه الشوفان. الشوفان احنا ممكن نستخدمه عشان نزيد به ادرار الحليب عشان ممكن نزيد به هرمون الحليب بالنسبه للنساء الحوامل والمرضعات ممكن اذا كان عندهم هرمون الحليب قليل نحن نزيده باننا نتناول الشوفان اللي هو سواء كان شوربه سواء كان داخل في اي طبق من اطباق الشرب قبل كده عملنا برضه حلا ممكن نتناوله ونستفيد من القيمه الغذائيه الموجوده فيه وبالنسبه للناس اللي عندهم ارتفاع في هرمون الحليب انهم يقللوا من تناول الشوفان لانه الشوفان بيحتوي على قلنا كثير من المعادن لكن احنا ممكن نتناوله بدون اي اضافات ثانيه او بنسبه بسيطه جدا مثلا ان احنا عاوزين انه يزيد لنا ادرار الحليب بنضيفه مع الحليب ذاته بنضيفه مع لبن بنعمله كحلى فبالتالي حيكون حلو معنا وحيكون دسم اكثر فبالتالي حيدينا زياده في ادرار الحليب ممكن احنا نتناوله كشوربه خاليه من الدهون وخاليه من الدسم فبالتالي بيكون مفيد جدا لانه بيحتوي على عناصر غذائيه مهمه اللي هي اهمها الزنك وهو مهم جدا جدا لانه يوازن لنا نسبه البرولاكتين في الدم. طيب دكتور نيجي بعد كده المرحله دي هنحط التوابل فلفل تمام ايه بهارات مشكله ايوه ايه رشه الجنزبيل كل دي طبعا مكونات للشوربه بتاعتنا وقلنا قبل كده برضو بنعيد تاني ان احنا دايما يا جماعه لما بنستخدم البهارات او الاعشاب الجافه بنستخدمها في اول الطبخه لو بنستخدم اعشاب خضراء بنستخدمها في اخر الطبخه الاعشاب الخضراء دي من ضمنها برضو يخش فيها الخضره يعني مثلا الشمال الاخضر الكزبره الخضراء البقدونس شوف انت عكستها الجافه في النهايه لا جافه في البدايه زي ما عملت كده الجافه في البدايه في البدايه الخضره في النهايه الخضره في النهايه
تمام ده اللي بتكون عشان اخد يعني في الاول كده بتتفاعل مع الطبخه وتاخد الزمن بتاع الطبخه كله فبالتالي بتطلع النكهه بتاعتها دي الجافه. الخضره ما بتتحمل السخونيه كتير، اول حاجه بتغير اللون بتاعها، ثاني حاجه الطعم بتاعها ذاته بيجي مع الغلي الكتير الطعم بتاعه بيجي. عشان كده دايما بحطها في اخر الطبخه اخر الوصفه زي ما احنا شايفين كده ريحه الاعشاب ايوه تطلع اهو تمام كده. في المرحله دي خلاص كده انا حطيت البطاطا ونقول لك كوسه طبعا بعدين مع الشوفان. عندي الشوربه بتاعتي او المرقه جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده لو احتاجت ان انا اضيف مويه ممكن نضيف مويه هسيبها شويه كده هيبان بعد ما الخضار بتاعي يستوي بالذات البطاطس. البطاطس دايما بتتجل قوام الوصفه اللي بتكون فيها عشان ماده عشان النشويات اللي فيها، فعشان كده بسيب الكلام ده كله يغلي شويه مع بعضه قبل ما ابتدي اضيف الشوفان والكوسه بنحطها في مرحله كده يعني ايه بعد ما الخضار خلاص يستوي عشان ما بتاخد زمن. تمام برضو نستفيد من العناصر الموجوده في الكوسه، يعني احنا ممكن الطبق بتاع شوربه الشوفان مع الخضار نقدر نستفيد منه في حاله ارتفاع زياده هرمون الحليب او البرولاكتين في اننا نستخدم معاه خضروات تكون صحيه ومناسبه جدا مع الحاله اللي هي ارتفاع الهرمون، اللي هي ممكن نستخدم الكوسه والجزر ونستغنى عن البطاطس لانه الحميات المتبعه لارتفاع الهرمون بتاع الحليب هي بتكون نراعي باننا نستعمل يعني نتناول النشويات بنسب بسيطه جدا وكمان برضو تناول السكريات بنسب قليله وبرضو كمان نراعي لاننا ما نتناول الدهون بكميه كبيره يكون كلها نسب معقوله ومتوازنه لانه الجسم اصلا بيحتاج لها، يعني ما نحرم نفسنا من اي عنصر من العناصر عشان ما يحصل لنا خلل صحي في الاعضاء بتاعته. شيف طيب دكتوره احنا كده بدانا نكمل الشوربه اقول هنسيبها تغلي كده حوالي من ربع ساعه لنص ساعه حسب النار بتاعتي، لو عايز اهدي النار عليها وتستوي براحتها ما في مشكله برضه. بعد النص ساعه دي او بعد ما الخضار بتاعي يستوي بنضيف اخر حاجه الشوفان هنشوفها مع بعض لكن لما الخضار بتاعي يستوي. حاليا دلوقتي ننتقل للطبق الثاني طبق الستيك المشوي مع صوص الفلفل نمشي نشوف المقادير نرجع لكم. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، شفنا مكونات الطبق الثاني اللي هو ستيك اللحم البقري مع صوص الفلفل الحار، صح يا شيف؟ اي بالظبط كده يا دكتوره. طبعا الفلفل الاسود طبعا الصوصات اللي هي مشهوره جدا اللي تطلع مع الستيك من اشهرهم يعني اشهر اثنين صوص المشروم او صوص الفلفل. نفس الصوصين بيتعاملوا بنفس الطريقه اللي احنا نشتغلها مع بعض، لكن انا بستخدم فيه صوص الفلفل الاسود، فلفل اسود مجروش يعني ما 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 بودرة ما بودرة مجروش كده عشان يكون بان التيست بتاع الفلفل فيهم. تمام اللحمه اللي بستخدمها طبعا لحم الفليتو، اشتغلنا قبل كده مع بعض لحم الفليتو وقلنا بتقطع اللحمه عكس الانسجه والحجم بتاع القطعه انا بحدده في التقطيع اللي انا بقطعها. انا لو عايز قطع صغيره بقطع العرض بتاع اللحمه بيكون بسيط، لو عايز قطع كبيره بقطع العرض بتاع اللحمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو في ناس بتتفرج علينا طبعا انا معروف هنا طبعا في السودان الناس بتحب اللحمه مستويه أيوة. يعني ما فيها الفليتو ده طبعا ليه بيقبل ان دي لحمه حمراء ما فيها مشكله يعني ما فيها خوف. اللحمه البيضاء دايما بنقول هي فيها خوف، اللحمه اللي هي السمك والفراخ دي اللي بيكون فيها خوف لازم تستوي كويس جدا. اللحمه الحمراء دي طبعا الاجانب متعودين ياكلوها نص استوى يعني فلو في شيفات اللي هم المتخصصين لو بيتفرجوا علينا برضو احنا بندي معلومه بسيطه جدا كده ان تسويات اللحمه الفليتو اللي احنا النهارده بنتكلم على الستيك الستيك من ضمن الحاجات اللي بتقبل اكتر من تسويه. فطريقه سهله وبسيطه جدا لو انت اول
اول مره بتسوي فيه لحمه وعايز يعني مثلا جه قال ليك التسويه دي عايزينها مثلا ميديوم رير. ميديوم رير يعني نيه وسط يعني ما نيه شديد. في طبعا الميديوم وفي الولدر اللي هو مستوي على الاخر. فليها كذا طريقه. الطريقه السهله جدا لو انت اول مره تشتغل مع اللحمه دي وعلى النار وعايز تعرف اللحمه بتاعتك استوت ولا ما استوت, طبعا انا بتكلم بصيغه الرجال لان دي طبعا شغل بتاع رجال المطاعم, بيكون شغل بتاع الرجال, بيكون بعمل يدي بالطريقه دي زي ما احنا شايفين كده تمام. في بطن الصابع اللي هو الكبير انا هو اللي ماسكه كده تمام, ببتدي التسويات من تحت لفوق يعني تحت كده اهو, دي كده الرير, بدوس على اللحمه كده تبقى رير, كده تبقى ميديوم رير, وكده تبقى ميديوم, ميديوم ويل ويل دون. ده كده اخر حاجه التسويه بتاعت اللحمه اللي هي احنا متعودين عليها في السودان. يعني بتقيسها كده, بتقيسها كده حسب الاحساس اللي هنا بحسه في اللحمه بالظبط. تمام, دي بتديكي التسويات اللي انت بتاعت اللحمه. عشان انا بتكلم على اللحمه دي بالذات لان هي اصلا اللحمه دي ليها اكتر من تسويه بالذات لو بتعامل مع اجانب. طيب انا هعمل الصوص, وقلنا الصوص ده بنفس الطريقه اللي احنا بنعمل بيها صوص المشروم, المشروم نفس الخطوات. المشروم يكون مفروم بدل او لو عندي مشروم فريش برضه بقطعه على بدل الفلفل. طيب انا عندي بقدح الزيت وبحط بصل كده. البصل برضه يا شوف بيكون يعني مفروم شديد صح؟ نعم شديد. ايوه لو عشان لو عايز اصفي الصوص بتاعي ممكن لو ما داير اصفيه ما هيظهر فيه الصوص يعني ما هيكون قطع كبيره. تمام بالشكل ده. وبعدين بنزل بيه الفلفل بالشكل ده بالكوره. ممكن في المرحلة دي اديله تعفيرة كده صغيرة بتاع الدقيق عشان الصوص بتاعي يربط معايا. أيوة. ممكن طبعا احنا بنجهز حاجة اسمها الروبلان اللي هو الدقيق, نفس البداية بتاعة البشاميل اللي احنا بنبتدي بيها طريقة عمل البشاميل, بنعملها ونشيلها ونحطها في كيس. لان زي ما قلت قبل كده انا ذكرت لما جينا عملنا شوربة الدجاج ان كل ما يكون الروبلان او الربط بارد والشوربة سخنة تربط معايا سريع. تمام؟ لو ما عندي بعفر بشوية دقيق زي ما انا شفت كده دكتورة, وسالق لحمة طلعت البهاريز بتاعتها شديد اهي, دي اللي هي احتدينا بعد كده تكمل الصوص بالظبط كده. تمام كده اهو الشكل ده كده. نسيب الصوص ده بقى يعني ياخد ودي مع بعضه, وبعد كده نديله الكريمه اخر مرحله كده. انا جهزت الصوص, اللحمه زي ما قلنا قطعناها وجهزناها. اللحمه يا جماعه ما بتاخد وقت بتاع تتبيله كتير, شويه ملح وفلفل بسيط جدا, وبعد كده بنبتدي نشتغل بيها طوالي عكس الدجاج. كده احنا الصوص بتاعنا جاهز, هنخليه يدسل على النار او يستوي على النار, واللحمه بتاعتنا جاهزه. هنكمل الطبق لكن نمشي فاصل نرجع نواصل. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كنا قبل الفاصل بدانا في عمل الستيك مع صوص الفلفل. تمام, عملنا الصوص بتاع الفلفل وهو بيكسر مع بعضه, وهنبتدي نعمل اللحمه. قلنا اللحمه ما بتحتاج غير شويه ملح وفلفل بسيطين. تمام بالشكل ده. التسويه اللي انا بسويها دلوقتي دي يا دكتوره دي تسويه الايطالي اللي هي كله مع بعضه في الطاوله. التسويه الامريكاني بتعمل الصوص براهو وبتعمل اللحمه براهو, وبعد كده بيحطوا اللحمه الصوص فوق اللحمه. طبعا احنا دي الاقرب لينا اللي هي بتطبخ مع
الصوص هي الأقرب لنا بتطبق مع الصوص. نحط شوية زيت، سخن الطور تحتي شديد لأن أنا عايز تأخذ اللحمة تأخذ الصدمة بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. أهو بعد ما اللحمة تأخذ الصدمة بتاعتها دي، بعد كده حاضف لها الصوص صح كده؟ أديها الصوص تكمل تصويرها. تمام. وأعمل حساب دايما إن الفيليه اللحمة بتاعته بتكش. أيوه. يعني ممكن نقطع يعني القطعة اللي عاوزينها ممكن نقطع مقاس أكبر منها شوية. ممكن الحجم أكبر. العوزينها. طبعا هو في المطاعم من 180 ل 220 جرام. القطعة. في لما تكون مثلا ماشيه في حفله كده وفي بوفيه بيكون عاملينها 100 جرام يعني كده. أيوة. بتكون صغيره لان انت بتاكلي حاجات ثانيه معاها. صح. وال100 جرام دي يا شيخ احنا القيمه الغذائيه بالنسبه لها السعرات الحراريه فيها اللي هي 254 سعر حراري، نسبه البروتين هي اعلى نسبه موجوده فيها، ونسبه الكربوهيدرات بسيطه جدا الموجوده في الستيك بتاع اللحمه الضان البقري. فبالتالي نحن بالنسبه لنا هي بتكون اللحوم بتحتوي على نسبه عاليه من البروتينات، البروتينات زي ما بنتكلم الليله عن البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب، انه نحن الهرمون ده بتفرزه اللي هو الغده النخاميه، فالغده النخاميه دي يعني لما يكون فيها خلل بيكون في ارتفاع في الافراز بتاع الهرمون، نحن عشان نقدر نحافظ على انه يكون بنسبه موزونه بنقوم نتناول الاغذيه اللي بتحتوي على نسبه عاليه من البروتينات، عشان البروتينات العاليه بتوفر لنا الاحماض الامينيه في الجسم، فبالتالي بتساعد على انه يفرز اللي هو الدوبامين، الدوبامين ده هو برضه من هرمون السعاده، ده بيساعد على انه يقلل لنا من نسبه هرمون الحليب او البرولاكتين في الدم، فبالتالي زياده الدوبامين بيقلل نسبة البرولاكتين في الدم، حنتكلم عنها. بس شايف الشيف عاوز يضيف الصوص للحمة. طيب يا دكتورة احنا كده في المرحلة دي، الميزة بقول في الوصفة دي ان انا لما بحط الصوص مع اللحمة، اللحمة بتنزل المية بتاعتها مع الصوص، فالصوص بياخد التست بتاع اللحمة واللحمة بتاخد التست من الصوص. غير لما انا اسوي اللحمة خالص واحطها في صحن وبعد كده اجيب الصوص اكب عليها، دي بتختلف. تمام. فنحط الصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا شيف ذات مضمن انه قطعه اللحمه كلها اي يعني احنا قطعه منها حنتناولها حيكون فيها نكهه الصوص. بالظبط. وبعدين انا ما بحب اصفي يعني الـ 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 البصله والتومه والكده بيدي يعني انا بكون. أيوة. تاكليها بالعيش احسن من اللحمه ذاتها يعني. صح كده. الصوص لانه بياخذ من نكهه الصوص ذاته ومن نكهه اللحمه يعني. بالظبط كده اهو. واجي طبعا بقدم معاه خضار السوتيه، الخضار السوتيه طبعا اي نوع خضروات موجود عندي بس طبعا كله بيكون مسلوق نص سله. ايوه. يعني حتى انا الكوسه هنا خطيت لها شويه ميه سخنه عشان طبعا ما بتحتاج زمن كتير. اهي يعني بسلق الجزر، بسلق البطاطس، بسلق البسله كلها نص سلقه وبعد كده بتكمل سواها مع السوتيه. طريقة السوتيه يعني خضار مسلوق نص سلقة، ملعقتين بتوع زبدة أو ممكن شوية زيت لو ما دايت زبدة، شوية زيت، ثوم مفروم حاجة بسيطة جدا يعني بطرف الملعقة كده نكهة تدي بس نكهة، و بنلف الخضار ده كله معاه شوية ملح وشوية فلفل، حبة مية صغيرين جدا عشان بس الخضار بتاعي يعني يتحرك معايا كويس. اللحمه زي احنا شايفين كده يا دكتوره، انا طبعا عندي الكريمه اللباني ان شاء الله باذن الله، انا وعدتكم هنعمل حلقه خاصه عن بديل الكريمه الطهي لو ما توفر، هو متوفر في السوق لكن لو ما موجود ممكن انا اعمله في البيت. بدي تست سمح جدا لكثير من انواع الشرب وكمان لصوصات زي اللي احنا بنشتغل عليها النهارده دي. بالمناسبه الطبق ده يعني لو مشينا خدنا قطعه لحمه زي دي مع شويه صوص وشويه خضار سوتيه في السوق سعر خرافي يعني. فاحنا ممكن نعملها في البيت زي ما احنا شايفين بابسط الطرق وباسهل الطرق. طيب احنا الخضار بتاعنا السوتيه الزبده بتاعتنا هي جاهزه بخط. طيب يا شيف بالنسبه للكريمه احنا ممكن نضيفها في الصوص قبل ما نضيف للحمه؟ لا ليه؟ لا بتقطع صح؟ بتقطع برافو عليك. يعني انا لو حطيتها في البدري هتقطع والصوص بتاعي يصير، لكن انا ما بخليها تغلي كتير، انا بخلي الصوص يغلي ويجهز وفي الاخر خالص اخر حاجه بحط الكريمه. يعني ممكن لكن نضيف في الصوص اذا احنا حنقوم نعملها بالطريقه الثانيه اللي هي نسوي اللحمه براها ونضيف الصوص بيكون جانبي. بالظبط كده. او في الوش بتاع اللحمه. بالظبط كده، انا حطيت الخضار السوتيه كله اهو. طبعا بما ان احنا النهارده بنتكلم على اكل غذائي وصحي، طبعا الخضار السوتيه من الحاجات المهمه جدا. ليه؟ لان الخضار بيتسلق نص او ثلاث ارباع سلقه، فبالتالي لسه بيكون محتفظ بقيمته الغذائيه، بالاضافه ان هو طبعا بيحتوي على الياف
الغذائيه الالياف الالياف الغذائيه صح ايوه صح الالياف الغذائيه صح يا شيخ والله. اي والله الحمد لله الالياف الغذائيه ذات الفيتامينات والمعادن هي اهم الاغذيه المفيده بالنسبه لنا او العناصر المفيده بالنسبه لنا لانها بتساعد على عمليات الهضم في البدايه وكمان برضو بتساعد على عمليه اللي هي الايد او التمثيل الغذائي. دائما مرتبط ارتفاع هرمون البرولاكتين او هرمون الحليب بانه كثير من الناس اللي وزنهم زايد ممكن يكون سبب من اسباب انه الوزن ما بينزل سواء نحن متبعين حميه غذائيه، متبع حميه عشان انزل وزني، والوزن ما بينزل، يعني بقلل في الدهون وبرضه الوزن ما بينزل، فبالتالي بقوم بمشي بفحص الهرمون بتاع الحليب، ممكن يكون زيادته هي سبب في اسباب انه الوزن ما بينزل، لانه الهرمون بتاع الحليب لما يكون زايد بيأثر على عملية التمثيل الغذائي أو اللي هي عملية الأيض اللي هي التمثيل الغذائي أو تحويل الأغذية أو الكربوهيدرات إلى طاقة، تحويل الأغذية نحن بنتناول لطاقة للجسم عشان الجسم يمارس نشاطاته الحيوية، والنشاطات الحيوية دي ما إلا بالحركة بس، يعني حتى ونحن نايمين في نشاطات الجسم ذاته بيقوم بتنفس، في حركة خلال النوم، حركة الأعضاء الداخلية اللي هي الدورة الدموية، دي كلها من الأنشطة الحيوية اللي بيمارسها الجسم سواء كان خلال فترة الراحة سواء كان خلال الحركة، فبالتالي نحن الغذاء بتاعنا لازم يكون سليم بالإضافة للعلاج اللي بيوصفه لنا الطبيب. فأي زول بيعاني من مشاكل صحية زي إنه مثلاً بعامل حمية بتاع تنزيل وزن بالرغم من إنه يعني متنظم جداً لكن حاسب إنه وزنه ما بينزل يمشي يفحص هرمون الحليب. برضو بالنسبة لي كثير من البنات أو كثير من النساء اللي هم غير حوامل اللي هي نسبة بتاعة الهرمون دي بالنسبة لي النساء غير الحوامل بتكون مفروض تكون أقل من 25 نانوغرام لكل ملي من مليلتر من الدم، أو بالنسبة للحوامل بتزيد أكثر لحد ما تصل 386، هي في الرجال برضو موجودة لكن أقل من 15 نانوغرام، فبالتالي هي موجودة في كل الفئات لكن عندها فئة معينة لازم تكون فيها كثيرة، فئة النساء الحوامل والمرضعات. غير كده بتكون زايدة مفروض نحن نعمل على التقليل عشان نقدر نحافظ على صحتنا ونقدر نحافظ على نشاطاتنا الحيوية. طيب يا دكتورة احنا كده الطبق بتاعنا جهز، الخضار السوتية جاهز، اللحمة هنخليها تستوي زي ما قلنا شوية مع الصوص، وبعد كده آخر مرحلة بنديها الكريمة، نوصل لآخر طبق من أطباق الليلة اللي هو كيكة الموز، نمشي نشوف المقادير نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، زي ما شفنا مع بعض يا دكتوره المقادير حقت كيكه الموز. ايوه كيكه الموز بالظبط كده. تمام، هنحط الاول، هنشيل على جنب كده الدقيق العاده ايوه والكاكاو ورشه الملح، نشيلهم بالجنب ونجيب بقيه المقادير الثانيه، نحط السكر ونحط البيض ونحط الزبدة. خلاص يعني المفروض احنا طرق الكيك دي تعلمناها اللي ليه يا جماعة، احنا دايما الدقيق بنخليه في الاخر او بنقلبه في الاخر علشان العجن الكتير مع الكيكة برضو يا دكتورة بيفرغ الهواء اللي فيها، فبالتالي الكيكة بتطلع عليه مكتومة. طبعا. عشان تطلع الكيكة هشة وحلوة وسمحة نخلي اول حاجة بننخل الدقيق زي ما هنعمله مع بعض دلوقتي، وبعد كده بنخط اخر حاجة وبنقلب الملعقة الخشب ما في مكانه، ما في المكان هنا. تمام تمام اوكي. برضو البيكنج باودر بنحطه مع الدقيق مشكله، وبنبتدي نشغل المكنه. بيض والفانيليا والسكر والزبده صح بالظبط كده.
يذوبوا مع بعض كده، بجهز لهم الموز بتاعهم. تمام. كمان بالنسبة لكيكة الموز اللي هي القيمة الغذائية الموجودة فيها سعرات حرارية 299، نسبة الكربوهيدرات فيها عالية ونسبة الدهون أكثر من نسبة البروتين الموجود فيها. وكمان الموز من الأغذية المفيدة ومهمة جدا جدا، إنها بتوازن لنا نسبة هرمون الحليب في الدم أو البرولاكتين في الدم، لأن البرولاكتين زيادته في الدم هي بتكون خطرة جدا زي ما تكلمنا بالنسبة لكل الفئات، سواء كان النساء سواء كان البنات سواء كان الرجال، الزيادة بتاعته خطرة جدا. هي صحية بالنسبة للحوامل وبالنسبة للمرضعات، لأنه هي بتساعد على إدرار الحليب، فبالتالي هي بتكون مفيدة جدا بالنسبة للمرأة الحامل والمرضعة. وبعد كده هي بتبدأ تقل بالنسبة للمرأة المرضعة لحد 6 شهور من الرضاعة، تبدأ تقل لحد ما يصل النسبة المعقولة الموزونة. ومن برضو من الحاجات اللي بتزيد اللي هو هرمون الحليب، اللي هي الأغذية اللي بتحتوي على الأستروجين. الأستروجين اللي هو هرمون الأنوثة، الأغذية اللي بتحتوي على الأستروجين هي بتساعد على إنه يرتفع هرمون البرولاكتين في الدم، فبالتالي نحن في الحمية بتاعت البرولاكتين أو تنزيل البرولاكتين بنحاول إننا نبعد عن الأغذية اللي تحتوي على الأستروجين اللي هي أهمها الحلبة والدخن، وكمان برضو اليانسون دي من الأغذية اللي تحتوي على نسبة عالية من الأستروجين، فبالتالي نحن نحاول نبعد عنها بالنسبة للناس اللي عندهم ارتفاع خارج فترة الحمل والرضاعة. برضو من الأغذية أن نحن نحاول بقدر إمكاننا نوازن في تناول البروتينات والدهون وحتى كمان السكريات، وبرضو نحاول نبعد من الكافيين أو المشروبات اللي هي المنبهة زي الشاي والقهوة، ونحاول نتناول الأغذية تحتوي بالزاد على فيتامين بي 6. نشوف شيف إبراهيم حيعمل شنو. طيب يا دكتورة، الأربع حبات بتوع الموز الأربع أصابع بتوع الموز هرسناهم ونخطهم مع، أنا طبعا كنت سايب الموز مع الشرط، طبعا عارفين الموز كل ما بس في نقطة مهمة جدا في الكيكة دي يا جماعة، دي بالعكس الكيكة دي مفيدة جدا. لو أنا جبت موز كمية أكثر من اللازم في البيت والموز اسود مني وزي ما بيقولوا عليه لما بيكون طري شديد، ايوه اللي هو ايوه موز اللي هو عارفه المهم يعني خلاص الموز ما ينفع يتاكل او داب يعني مننا بالضبط كده. دي بقى الكيكه دي مناسبه جدا للكلام ده. تمام. يعني ما في حاجه بتتربي، يعني الموز لو وصل معايا للمرحله دي ان هو اسود وبقى ليل شديد وما ينفع يتاكل، انا بعمل بيه الكيكه دي بتجيب نتيجه صحه جدا. تمام. والكيكه بتاعتي بتتضرب كويس مع بعض. بجيب الدقيق هي الفتاو اهو، طبعا معاهم بيكنج باودر، ذرة الملح، قلنا الملح بنحطه مع الدقيق عشان الرطوبة اللي في الدقيق، وبندخل الكلام ده. النقلة دي يا جماعة بتساعد ان الكيكة بتاعتي تطلع هشة، شايف ده كده. خلاص ضربت انا المقادير مع بعض، برفع المضرب السلك طوالي، وبجيب ملعقه الخشب، وادي الدقيق اقلبهم مع بعض كويس. الكاكاو طبعا انا شلت من المقدار بتاع الدقيق، لو كوبايه ونص دقيق بشيل ربع كوبايه بحط محلها كاكاو. لو ما داير احط كاكاو يبقى كوبايه ونص دقيق. تمام. باجي حبه حبه بنزل كده اهو، لأن أنا بنضربه باليد يعني زي ما أنت قلت عشان الكيكة تطلع معانا هشة بالضبط كده. ما دايركتم الكيكة الهواء اللي في الدقيق والرغوة اللي في البيض. تمام. ما تكتم لي، لو أنا قلبت بالمضرب هتدقل معاي شديد، ما هتطلع معاي هشة. تمام. فرن بيكون طبعا سخن، نفس المعطيات بتاعت أي كيكة، فرن يكون سخن من الأول. تمام. بعد ما الكيكه بعد 35 دقيقه ابتدي اكشف على الكيكه على 180 درجه، وكمان بعد ما تخلص بفتح الفرن واطفي اطفيه وافتح الباب واسيبه كمان 10 دقائق وبعد كده بطلع الكيكه. ايه الغرض من الموضوع ده؟ ان تحتفظ بالهشاشه وبالفوم بتاعها. تمام. في ناس كتير بيشتكوا ان الكب كيك بيهبط منيهم، ان هم طوالي بيطلعوه بعد ما
بيخلصوا لانه بيفتحوا عليه الفرن قبل ما طلعوا طوالي. تمام كده انا حطيت معيار الدقيق بتاعي بكون مجهز. خلينا نقلب اللحمه. اللحمه شغاله عماله تستوي. طيب كده انا اللحمه بتاعتي ايه بتدخل في السوا يا دكتوره. الكيكه زي ما احنا قلنا جهزنا الكيكه لازم يكون الفرن سخن. تمام اللي انا بشتغل فيه هصب الكيكه بتاعتي في الفورمه. تمام. لغايه ما اجهز الفورمه بتاعتي خلونا نمشي فاصل ونرجع مع بعض نواصل الحلقه. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين. هسي بدينا يا دكتوره نخط الشوفان ياخذ بتاع 6 دقائق 7 دقائق ممكن لغايه 10 دقائق يكمل تسويه مع الشوربه. وخطيت الكوسه طبعا عشان كده بتكون الوصفه بتاعتنا جاهزه. الشوربه دي بالمناسبه ممكن نقدمها زي ما هي كده وممكن تتضرب في الخلاط لو الزمن اسعف معانا بنعمل شويه في الخلاط. نكمل الكيكه بتاعتنا يا دكتوره اهي. انا صبيت الكيكه في الفرن دايما نعمل حساب ان يعني القالب بتاعنا ما يكون مليان على اخر الكيكه دي بتقوم معاك. تمام فرن سخن. طيب انا طبعا بسوي واحده قبل الهواء بنطلعها بنقطعها حلقات زي ما احنا شايفين كده في القالب اللي احنا نشتغله ممكن في البايركس وممكن في قالب متحرك زي كده زي ما احنا عايزين. بنرص حبات الكيك بتاعنا كده بالشكل ده. يعني ممكن تتعمل في قالب وتتقدم في قالب ثاني او بشكل ثاني. ممكن تتقدم كده بس يا دكتور يعني تتاكل. أيوة. كده ما في مشكله. احنا كده هنعمل منها كيكه كنوع من التغيير يعني. ايوه زي الانجليش كيك ممكن نعمل منه اشكال كتير جدا. تمام. نفس الموضوع كيكه الموز دي ممكن نطلع يعني ممكن تتاكل كده مع الشاي او نعمل الشكل اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي. تمام كده احنا بنحاول قدر نبدا عشان طبعا يا دكتور في ناس كتير بتشتكي من الزمن ما بيساعد ان احنا نشرح الكيكه بالذات من الالف للياء زي ما بيقولوا. طيب انا عندي الحليب والنسكافيه اهو بقلبهم مع بعض. ايوه بالشكل ده وابتدي اسقي الكيكه. تمام بالشكل ده. الكيكه دي شوف كمان برضه من الفوائد بتاعتها بالنسبه لموضوع الليله انه هي بتحتوي على الشوكولاته والنسكافيه والكاكاو اللي هو من هي من الاغذيه المفيده ومهمه جدا جدا لانها بتساعد على افراز هرمون السعاده الدوبامين فهو مفيد جدا زي ما تكلمنا عنه وموجود فيه كثير من الاغذيه اللي هي الفواكه الخضروات وكمان برضو البروتينات اللي هي الاغذيه البروتينيه زي اللحوم والاسماك والدواجن برضو فيتامين بي 6 اللي هو من الفيتامينات المفيده ومهمه جدا جدا اللي بتوازن لنا نسبه هرمون الحليب في الدم عشان يكون معتدل يعني هي بتعمل على انها تقلله او توزنه لنا في الدم والفيتامين ده موجود في كثير من الاغذيه وكثير من الفواكه والخضروات وكمان برضه موجود في اللحوم بنسبه كبيره فعشان كده نحن نتناول قلنا التناول يكون بتوازن وباعتدال وبكميات تكون معقوله عشان نقدر نستفيد منه ونبعد تماما عن الاغذيه اللي بتحتوي على اللي هو بتساعد او بتحفز انتاج هرمون الاستروجين اللي هي زي الحلبة واليانسون وكمان برضو الدخن والأغذية اللي هي بتحتوي على إنها بتساعد على إدرار الحليب
نحاول بقدر الامكان ان نقلل منها بالذات في فتره ارتفاع هرمون الحليب. طيب دكتوره خلطيت الموز ونقطع يعني حنعملها نظام طبقات يا شيخ. نظام طبقات ممكن تقولنا في البايركس او في الفورما او القالب المتحرك زي ما انا عملت كده. تمام بالشكل ده. تشوف بعض مرات كمان بالنسبة لموضوع حلقة الليلة الحليب، تناول الحليب اللي هو ومنتجات الحليب، تناول الحليب راعي لأنه يكون من مصادر موثوق منها، لأنه دائما بده الأبقار واللي هي يعني اللي هي بتدر لنا الحليب بدوها الهرمونات دي اللي هي الهرمونات اللي بتزيد من إدرار الحليب، فبالتالي احنا بنتناول حليب بيكون بيحتوي على اللي هو هرمون الحليب بنسبة كبيرة، فبالتالي تناوله حيكون خطر جدا بالنسبة لنا، والمشاكل الكثيرة اللي بتكون من أسباب البرولاكتين أو ارتفاع هرمون الحليب اللي هي قلة الخصوبة، اللي هي نمو الشعر في الوجه بالنسبة للبنات، زيادة نمو الشعر في الجسم، تساقط الشعر، وكمان برضو اللي هي المشاكل الجنسية عموما بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، دي كلها من أخطار مشاكل ارتفاع هرمون الحليب. يا ريت الناس تمشي لو حست بأي من الأعراض دي، وبرضو خلل بتاع إفراز الغدة الدرقية برضو ممكن يكون سبب بالنسبة لنا، عشان كده نحن نراعي لأننا نفحص فحوصات دورية عشان نقدر نحافظ على صحة جيدة، ومع الغذاء ومع العلاج اللي بيصرفه لنا الطبيب بيكون في محافظة على الصحة بطريقة سليمة. طب دكتورة آخر طبقة أنا أحط الكريمة. طريقة سهلة جدا، كيكة بسيطة جدا ممكن نعملها في دقائق لو أنا عامل الكيكة بتاعتي بتاعت الموز، وقلنا ممكن تتاكل كده مع الشاي من غير أي إضافات. أيوة طبعا إضافة الكريمة لها برضو بتزيد الدسامة بتاعتها، ممكن نحن نتناولها اللي هي الكيك عادي براهو، لكن كل ما نضيف أي إضافات تانية بالذات تكون دسمة فبالتالي حتزيد نسبة السعرات الحرارية، ممكن تكون في مرحلة من المراحل الصحية تكون خطرة بالنسبة لنا بالذات إذا تناولنا منها كمية كبيرة. دكتور بالشكل ده كده أنا بس أشتغل على السرعة. تمام عشان الزمن الزمن احنا بس عايزين نجرب الفكرة. طيب بعد كده عندي الكاكاو. شكلها كده تكون الكيكة بتاعتنا جهزت زي ما احنا شفنا، ما اخذت مننا زمن رغم ان احنا شويه مستعجلين عشان الزمن، لكن ما بتاخذ زمن زي ما احنا شايفين مع بعض. نرفع القالب بتاعنا وكده تكون الكيكه جاهزه. عملناها بمكونات بسيطه جدا، حاجات كلها في المتناول، التكلفه بتاعتها ما عاليه. تمام تسلم يدك يا شيف. تمام وبعد كده بنجيب الطبق بتاع اللحمه جاهز. خضار السوتيه بتاعنا اهو. الطبق شهية ولذيذة وكلها زي ما قال الشيف في المتناول، وكمان برضو بتمد الجسم بالقيمة الغذائية اللي بيحتاج لها، سواء كان الأكل المسلوق اللي هو في الحمية لتنزيل الوزن، وكمان برضو نراعي الناس الوزنهم زايد قلنا متابعين حمية لتنزيل الوزن حاسين إنه ما في أي فائدة بيقوموا يمشي يفحصوا هرمون البرولاكتين أو هرمون الحليب، على سنه هو إذا زايد أنت مهما عملت ما وزنك ما حينزل، لأنه ما حيكون في تمثيل للغذاء اللي أنت بتتناوله، فبالتالي ما حيكون في حرق للسعرات الحرارية، ما حيكون في أي يعني نتيجة ظاهرة. برضو الرياضة، الرياضة القاسية جدا من الأسباب اللي بتساعد على أنه هرمون الحليب يرتفع عندنا، لكن نحن نحاول أننا نمارس أنواع من الرياضة تكون خفيفة وتساعد علينا أن نقدر نحرق السعرات الحرارية. طيب دكتورة الكريمة خلطناها زي ما قلنا، ما بنخليها تغلي كثير عشان ما تقطع. طبق صحي ومتكامل وكمان شهي جدا وبينفع لكل قلنا الفئات والحالات، لكن في بالنسبة ل
اللي بيعانوا من أي مشاكل في الجهاز الهضمي اللي هي الحرقان وكذا، بنقول لهم إنه الفلفل، الصوص بتاع الفلفل الحار ممكن يكون بالنسبة لهم صعب شوية أو خطر شوية، لأنه بيأثر على المعدة، بيأثر على الهضم، بيأثر على الجهاز الهضمي. نعم دكتورة، بالنسبة للشوربة هي آخر حاجة. الشوربة كمان زي ما قال الشيف ممكن تتقدم كده وممكن تتقدم مخلوطة، فبالتالي هي المخلوطة بتكون مفيدة ومناسبة جدا مع الناس اللي عندهم مشاكل في المضغ، تكلمنا عنها، عندهم مشاكل في الأسنان. بالنسبة للأطفال عموما، الأطفال الصغار ممكن نديهم الشوربة دي مخلوطة عشان يقدروا يستفيدوا من العناصر الغذائية الموجودة فيها، لكن نحاول إننا نقلل من البهارات أو الملح والفلفل المضاف لها، أو ممكن حتى ما نضيف لها فلفل، يعني نعتمد على الملح، وكمان برضو إضافة الليمون بتكون مفيدة جدا وبتدينا قيمة غذائية أكبر. دي آخر حاجة دكتورة هي. زي ما انت قلت دكتورة بنفس المكونات كلها دخلها. كمان برضو نراعي لتناول الزنك، يعني الأغذية اللي بتحتوي على الزنك. الزنك عموما هو الجسم ما بيخزنه بكميات أو ما بيخزنه لوقت طويل، عشان كده نحن نحاول إننا نتناول مكملات بتحتوي على الزنك عشان نقدر نحافظ على مستوى معقول من هرمون الحليب. دي كده آخر حاجة يا دكتورة، زي ما قلنا الشوربة ممكن نقدمها بطريقتين، اللي هي مخلوطة أو كده. نكون جهزنا الشوربة بتاعتنا. تمام، أطباق سهلة وبسيطة زي ما عودناكم أعزائي المشاهدين. الليلة كان معنا شوربة الشوفان، أكل الغذائي الصحي أو أكل الحمية الغذائية. كان معنا شوربة الشوفان، عملنا مع بعض الستيك المشوي مع الخضار السوتيه، وكمان عملنا كيكة الموز بطريقة سهلة وبسيطة جدا. نتمنى أن أطباق الليلة تكون نالت إعجابكم، ودايما إن شاء الله بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم وتواصلكم معنا إن شاء الله موجودين. إن شاء الله. تسلم يدك يا شيخ إبراهيم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في حلقة الليلة، ومنتظرين كل آرائكم واستفساراتكم، وخليناكم في أمان الله.